واحد الحل، حل نقول تلقيح باش نحلوا المشكل ديال الماء. حنا كجماعه خصنا نتحملوا مسؤوليه الكروكي، الكروكي باش نبينوا لي كوندويت ديال الماء منين غندوزوا لهاد الناس. الناس قال لك حنا مستعدين باش نجيبوا لكم هذوك لي كروكي وصافوا لينا عليهم باش ندخلوا الماء. هذيك المساهمه اللي هذيك اللي كتهضر عليها السي يونس، هذيك مساهمه ديال السكان باش كيوجدوا الكروكي ديالهم عند التوبوغراف، تقريبا كتقام عليهم شي 200 درهم هو داك الشيء كيبين عندهم باش كيوجدوا لنا داك الكروكي وكيديروا لنا طلبات وحنا كنصيفطوهم للطراطيس باش يربطوهم بالماء. غير دابا المشكل دابا ديالنا ملي كيتحل شي مشكل كيكثروا فيه هذا التخبيط. وانت بس السماسير واش بغيت نصرف واحد 2000 ولا 3000 ديال البشر واش هاد المدينه عليا؟ الناس راه كيشوفوا، حنا كنشوفوا، راه ما يمكنش هادشي غندوزوه بلا ما سلام. راه حنا عندنا مستشار راه عندنا نفس المشكل، حتى هي ما عندهاش الماء في دارها وخلصت المساهمه ديالها في البروكي باش تدخل الماء. حنا راه ماشي عليا انا سي يونس. وشكرا. سي رئيس هي واش هاد الجهدية خطاب راسي هي؟ لا لا حيت كتشوف فيا وكتقول لي سي يونس الله يبارك لك. انا قلت لك راح كي واحد المشكل سي يونس. سي يونس شوف انا شوف مزيان انا غير كروكي. شوف لا لا غنطلب الا كان شي كروكي خصو يتوجد هذاك الشيء نوروه من البلاصه فين يمشي كل واحد يمشي يديها لراسو. لا يدبر راسو يدير راسو يدبر راسو يدير كروكي راسو. انا كنهضر على التجميع كنهضر على 200 دار كنهضر على بعدي غير السيون المواطنين لهم كامل صافي هذا الشيء اللي بغيت ها التوضيح هو اللي بغيت. الا وريناهم الا وريناهم تما في الغطرة في المسجد اننا حنا عندنا ايد مع شي مهندس ولا شي حاجه نقدروا نقول لهم سيروا عملوا هذاك المباراه في غرار. وحنا عندنا ماده حيويه بغينا نوقفوا الغرار هانشوف وكنقول لك الا جيت غادي تحل المشاكل في المدينه واخا تحط في يد الشيطان مرحبا ورقه في مرحبا والله ما تقول لي لعنه الله عليك خليه يخدم بعيد الغرض وديك ساقع على سوره الفاتحه. شكرا.